النهارده يا جماعه ان شاء الله هنتعرف على امرين مهمين جدا، جزئيتين يعني مهمين جدا في الاوتوكاد. تمام، اول جزئيه خالص، اول حاجه خالص هي البولي لاين. البولي لاين احنا خدنا كرييت لاين، تمام، كنا بنعمل لاين مثلا ال مسطره وببدا ارسم كده، بيبدا ايه يعمل خطوط، ولو جيت ضغطت في اخر حرف السي ومسطره بيقفل الشكل اللي هي كونكت، يعني اخر حرف سي بيقفل الشكل، بس للاسف الخطوط دي كل خط منفصل عن التاني. تمام، طيب في طريقه تانية، لو انا عايزهم كلهم يطلعوا شكل واحد، بضغط بدل ما بكتب ال بضغط بي ال، تمام، بي ال وبعدين مسطره، وابدا ايه ارسم كده بالشكل ده، لما اجي عايز اقفله بضغط في الاخر حرف السي وبعدين مسطره اللي هي كونكت يعني. تمام، هنلاحظ ان كله اصبح ايه شكل واحد. تمام يا جماعه، ميزه الشكل الواحد ده ايه؟ ان هو لو انا عايز اعمل هاتش بضغط على اتش ومسطره وبعد كده بقول له ايه، بختار الاوبجكت نفسه، بقول له سيلكت باوندري اوبجكتس، تمام، سيلكت باوندري اوبجكتس، وبعدين بختار الشكل ده كله على بعضه كده وبضغط مسطره. تمام، الشكل ده ايا كان هيبقى شكله عامل ازاي هتبقى بنفس الطريقه دي. يعني مثلا لو عايز اعمل هاتش للحيطه دي كلها، الحيط دي كلها، بدخلها الاول في ايه، في بولي لاين منفصل. تمام، طيب لنفترض مثلا ان انا عايز اخد مثلا خطوط الكونتور ديت، تعرف الاول خطوط الكونتور، الخطوط ديت يا جماعه اسمها خطوط كونتور، تمام، اللي هي ايه، بتقول لي ان في مناسيب، الارض مش مستويه، الارض جايه على تضرر كده، خلاص، فكل خط من الخطوط ديت عباره عن منسوب معين، وليكن مثلا ده سالب 10 مثلا، ده سالب 9، سالب 8، سالب 7 وهكذا، خلاص، يبقى كل خط من الخطوط ديت عباره عن منسوب. خلاص يا جماعه، مش لازم الخطوط تبقى استبات، مش لازم تبقى سلم يعني كده، لا، ممكن تبقى جايه ايه على المايل. خلاص يا جماعه، طيب لو انا مثلا عايز ادخل المنطقه دي كلها على بعض كده، لان عاده خطوط الكونتور لما بندخلها بعد كده البرامج 3 دي بناخدها ايه، كونتور كونتور، وبعدين نرفعه اكسترود، او بنطلع بيه يعني ايه بارتفاع، خلاص، فبالتالي انا محتاج ادخل خط، كل خط كونتور ادخله جوه بولي لاين متقفل، خلاص، فباجي اعمل ايه، بضغط على الامر بي او، بخفيفه او، تمام، اللي هي اسمها باوندري، وبعدين بضغط مسطره، فبقول لي ايه، فبيفتح لي القائمه بتاعه باوندري كرييشن، فبضغط بيك بوينتس وبختار المنطقه دي كلها، فهو بيعلم عليها. لو ضغطت مسطره هنلاقي دخل الشكل ده كله في ايه، في باوندري او بولي لاين منفصل. تمام يا جماعه، دي بتكون مفيده جدا بعد كده لما بخلص المشروع وعايز ايه ابدا ادخل او اديه للبرنامج مثلا زي 3 دي ماكس او ادخله سكتش اب عشان ابدا ارفع الكتل، لازم الاول نحول كل الخطوط المتقفله نحولها لباوندري لاين او بولي لاين. خلاص يا جماعه، طيب تعالوا كده نشوف، لو انا مثلا عندي هنا ايه، حط في كل اللايرز بقى ما عدا الوولز حوايط، ممكن اعمل لاير جديده اسميها مثلا وولز باوندري عشان يبقى ايه، يبقى الموضوع منفصل عن بعضه، خلاص، وادي لها لون منفصل، لون ما تدخلش على بعضها، وهشغل اللاير بتاعه الباوندري الجديده اللي انا عملتها. تمام، وهاجي اقف عليها، ما انساش اقف عليها. لو جيت عملت بي او مسطره وبعدين عملت بيك بوينت واخترت المنطقه ديت، اوتوماتيك بيعلم عليها. تمام، لو عملت مسطره تاني بنلاقي ايه، دخلها جوه الباوندري الجديد. للاسف اللي هي طلعت مقفوله فهفتحها تاني. خلاص، شايفين عملوا كله في بولي لاين ده. دلوقتي لو دخلت سكتش اب ودخلت 3 دي ماكس، مجرد هديله امر اكسترود هيرفع الحوايط على طول. خلاص، نفس الكلام ده بعمله مع كل الحوايط اللي عندي، هعمل باوندري برضو وبعدين ايه اختار. خلي بالكوا، لازم وانا بعمل امر باوندري لازم يكون الرسمه كلها جوه الشاشه. بي او مسطره بعدين بيك بوينت وابدا ايه اختار المناطق دي. طيب في عندي مشكله، هيقول لي ان انت خلي بالك عندك مناطق مفتوحه عشان كده ما حصلش الباوندري. خلاص، فبتاكد الاول ان كل الخطوط تكون متقفله مع بعضها. هلغي اللاين ويت وهعمل باوندر تاني.
طالما بيعمل باوندري كده يبقى نعرف او نتاكد ان الرسم مظبوط، ما فيش اي نقطه مفتوحه، ما فيش اي تقاطع مفتوح من عنده. خلاص. تمام. هاجي بقى اطفي اللير بتاعه الولز نفسها، وكل الاشكال دي بقى لو جيت عملت هاتش وعملت سيلكت اوبجكت واخترت كل الحاجات دي مع بعض كده اوتوماتيك هيدي له ايه؟ هيدي له هاتش. فاكر هعمل سيلكت على الهاتش تاني عشان اغير نوعه، خليه بدل ما هو باتر نخليه يبقى سوليد وهدي له لون. خلاص. طيب برضو عشان نقفل بقى الامر بتاع البولي لاين كله، لو انا عايز ابدا ارسم بولي لاين اصلا باجي اعمل بي ال زي ما قلت في الاول ومسطره وابدا ايه ارسم الشكل اللي انا عايزه. تمام. طيب لو جيت هنا مثلا عايز ابدا اعمل كيرف، خلاص، وانا شغال في البولي لاين لسه، انا ما طلعتش بره البولي لاين، فبضغط على حرف الاي اللي هو ارك اختصار ارك وبعدين مسطره. تمام. وبعدين بضغط حرف الاس عشان بيدي لي إمكانية إن أنا أرسم أرك على ثلاث نقط اللي هو إيه؟ هلغي الإف 8، أنا بحدد ثاني نقطة وثالث نقطة، يبقى أنا كده عملت إيه؟ أرك. خلاص يا جماعة؟ يبقى بضغط إيه عشان يعمل أرك وإس علشان يعمل الأرك بثلاث نقط ما يعملش أرك بنقطتين بس. ماشي يا جماعة؟ طب عايز أرجع تاني للبولي لاين إن هو يعمل خطوط، بعمل ال تاني ومسطره، يبقى كل ده انا لسه جوه الامر بولي لاين ما خرجتش منه. في الاخر خالص عايز اقفل الشكل بضغط حرف سي. خلاص. هنلاحظ طبعا ان كله طلع ايه؟ في شكل واحد. طبعا البولي لاين ده يعتبر احسن حاجه في تقفيل الشغل. تمام؟ يليه ان انت تعمل خطوط، يلي ان انت يعني ان انت تعمل بولي لاينز ده احسن حاجه، يليه بقى الخطوه اللي بقى الاقل منها شويه. الخطوه اللي اقل منها شويه ان انت تعمل خطوط، الخطوط دي تكون متقاطعه كلها في نقطه واحده. ما تكونش حاجة معدية حاجة أو حاجة مش واصلة، تمام؟ الخطوط كلها تكون متقاطعة في نقطة وما يبقاش في خطوط فوق بعضها، يعني جميع الخطوط كل الخط لوحده ما فيش أي حاجة فوق أو تحت. ماشي يا جماعة؟ يليه طبعًا بقى إن أنت تعمل إيه الدنيا كلها داخلة في بعض وخطوط داخلة في أي لير وكل حاجة داخلة في بعضها يعني، تمام؟ يبقى دي أول جزئية. تاني جزئية